ضيفة من نوع خاص تمتلك جرعة من المصارحة مع الذات، قلبت العديد من المفاهيم فأصبح بالإمكان أن نكون على خطى الموضة حتى ولو كان وزننا زائد، وأصبح أيضا من الضروري أن نوظف الموضة حسب مقاساتنا وأذواقنا وليس العكس. اليوم تنضم إلينا بالاستوديو الإعلامية والناشطة بحقوق البدينات رشا سمير. حياة الله ويانا رشا. الله يحييك وصباح الخير وصباحكم كامل الدسم. عجبتني صراحة، يعني أول مرة أسمع هذا المصطلح وايد حبيته. وبداية قبل أن نبدأ في الموضوع، مصطلح البدينة، هل هو مصطلح تحسي أنه ممكن يجرح بعض الأشخاص؟ هل هنالك مصطلح آخر تفضلينه؟ أوكي، هلأ دائما السمنة مرتبطة بالمرض. نعم. فسمين يعني مريض، ودائما بتلاقي شعارات كتير بتطلع من بالدولة أو بالمؤسسات اللي بتعنى بالصحة، السمنة يعني مرض. وأنا ضد هذا المصطلح، لأنه أنا سمينة بس أنا مش مريضة، أنا بلس سايز، أنا مربربة، أنا دبدوبة، يعني هاي المصطلحات أحلى إذا بدك. نعم. فمش كل بدين مريض ولا كل سمين مريض. نعم، إذا هذه المصطلحات أنت تحاولين أن تحولينها من مصطلح له علاقة بمرض، مصطلح سلبي، إلى مصطلح إيجابي. أي تقريبا، لأنه مثل ما قلت لك مش كل سمين يعني مريض. وأنا لا أدعو أنه لأي شخص أنه يكون سمين وبيعاني من المرض، سواء السكري، الكوليسترول، الدهون الثلاثية، أنه خليك سمين وحب حالك. لا، أنا ضد هذا الموضوع. نعم. أنا بنادي أنه بالعكس، إحنا سمان، نحن دبديب، نحن حلوين، ممكن نمارس الرياضة وناكل أكل صحي ونكون كتير متصالحين مع ذاتنا، وبنفس الوقت نحن هيك أبدا. نعم. مثل ما نحن، بس طالما أنه في مرض أو في شيء بيضر الصحة أكيد طبيعي نحن ضده. أنا سعيدة جدا وأحس أن نحن محظوظين اليوم بأن الجمال لم يعد محددا بمعايير، يعني لون، شكل، نوع الجسم، ما إلى ذلك. هل تحسين أن المجتمع تقبل هذه الفكرة بأن الجمال ليس محدد في إطار نوع الجسم وشكله؟ ما رح نكون كتير يعني منمقين بالكلام ونحكي من تحت الطاولة، لا، لسه في فكرة إنه الجسد الرشيق هو اللي دائما يسلط عليه الضوء، بالوعي أو باللاوعي، بالمودلز، بالملابس، بأنه دائما بتلاقي الصورة النمطية تبعت الامرأة لازم تكون كذا. لكن بين قوسين، إذا بدنا نحكي كتير بالعلن، في كتير ناس بتفضل المرأة الممتلئة وبتحب المرأة الممتلئة والسمينة أو المربربة اللي بدك إياه، لكن تخجل وإنها تصرح إنه أنا بفضل هذا النوع من النساء، أو إنه برغبه سواء كزوجة، كحبيبة، whatever اللي بدك إياه من نوع الشراكة مع الرجل، مع الطرف الآخر. فبالنهاية نحن بمجتمع متباين فيه العديد من التناقضات، فلا مانع من أن نكون نحن كمان ضمن هاي ضمن هذا المجتمع ونكون واحد من أطيافه. يعني مش هل هاللي خلاك أن تكوني ناشطة في تدافعين عن حقوق البدينات؟ أنا والله شوفي، أنا ما طلعت لدافع، أنا طلعت لأنا، أنا أحكي عن حالي، لقيت. نعم. طلع أنا بالموجة، عرفتي. نعم. لكن هي مش الحق هو الشيء المسلوب منك وانت بدك تسترجعيه، لكن انا مش مسلوب مني اي شيء طالما انه انا قويه، طالما انه انا عندي التصالح والسلام الداخلي وحابه حالي وما عندي اي مشاكل لا مع نفسي ولا مع الاخر. مع نفسي هاي مفروغ منها، ممكن اني انا اعالجها، لكن الاخر هو اللي شوي فيه مشاكل. لانه صعب تطلعي، خاصة إحنا بمجتمعاتنا العربية، صعب أنك تطلعي وتحكي وتنادي بشيء ينظر له الآخرون أنه هو فيه شيء غلط. لا، أنت سمينة، أنت لازم تضعفي، لأنه أنت لازم تتجوزي ولازم تجيبي أولاد ولازم تشتغلي. طب شو دخل سمنتي وجسمي بهاي المواضيع اللي أنت عم تحكيها؟ صحيح. إذن كيف ممكن نحن نحدد معايير، أو شو هو تعريف حق البدينة؟ ما لها حق، حقها حق أي إنسان عايش على وجه الكرة الأرضية.
ما لازم يصير في تنمر إذا لأن نعم. هذا مصطلح هذا جديد طالع تنمر نعم. ما بيصير سخرية. وأنا كتير بزعل لما أشوف أنه دائما الصورة اللي بتطلع على السمين سواء رجل أو امرأة هو اللي يتم مثلا بالأعمال الكوميدية أو الأعمال البرامج أو المسلسلات أو الأعمال الفنية سوري دائما بيطلع هو الشخص اللي بيضحكوا عليه واللي بيضل بياكل واللي شوفه دائما في الأدوار الكوميدية يعني عامل نعم. لا بالعكس نعم. يعني للرجل الشخص السمين حبوب لطيف مسالم وديع دمه خفيف ويمكن العكس شوفي هلا النفسيه يعني لا يعني الشخصيه ليس يجب ان تكون محصوره في شكل البني ادم ان كان لونه نوع جسمه يعني ممكن يكون منه. شخص بدين وهو شخص جدا مسالم وهادئ وممكن شخص بدين ويكون جدا كوميدي ومنطلق طبعا نعم. بس انا الفكره انه دائما يصور الشخص البدين انه هو يعني انا اسف بالتعبير بس انه مسخره يعني دائما انه مهرج دائما بينضحك عليه وبنعمل عليه الكوميديا وبنعمل عليه ما عمري شفت شخص بدين طالع باعمال فنيه شو ما كانت الرسام المثقف اللي بيحكي يعني ما بتلاقي دائما مين ما بدك دائما هاي الصوره اللي تنقل لنا للشخص البدين وانا هاي بصراحه ما بحبها يعني ليش 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 دائما نحن تحت هذا السبوت انه نحن اللي لازم نضحك واحنا بنضحكون لا لا ما نعم ورشا انت طبعا الحين اصبحتي من المؤثرات في مجال الموضه صحيح. ودخلتي هذا المجال بالتاكيد واجهتي صعوبات وبنشوف كم من صوره وبتخبرينا عن كل وحده اوكي نشوف الصوره الاولى نعم هذه كانت مع المصمم العالمي وليد عطله اتصل فيني واختارني لحتى اكون بلس سايز موديل معه يعني اتوز بصراحه كثير حبيت الموضوع ليش حبيتي لانه مصممين الازياء بشكل كثير نادر هي مثل بتقولي طفره بتطلع انه لازم نعمل شيء للبلس سايز انه نحن نتميز نعم احنا مش تميز احنا حق احنا موجودين معاكم يعني انا مثلا بحتاج اني البس بحتاج اني يكون عندي بمختلف المجالات سواء بالعمل بالسهره بالزواج بالملابس العاديه الكول محتاجه ملابس وهي القصه تسبب لي وكثير من نفس يعني حجمي واكثر مشكله لانه بتروحي على المولز او المحلات التسوق ما تحصلين البلس سايز نعم ولكن هل هناك تحسن يعني الحين اعتقد في محلات اكثر تضع البلس سايز في وهذا الشيء موجود لكن بنعاني كمان من قصه ثانيه انه اوكي صح البلس سايز موجود بس الالوان غامقه الموديلات ما حلوه القصات مش متوفره وانا ضد انه الشخص السمين او البنت خلينا نحكي على البنت البدينه او السمينه او المربربه انها تكون تلبس فضفاض الفضفاض عمره ما كان وبالرغم من هذه الصعوبات انت قدرتي انك تغيرين من هذا المفهوم وتلبسين على الدلع والحلاوه بالضبط على الترند ولكن هل في بعض الاوقات انه مثلا تضطرين ان انت تفصلين اذا ما حصلتي المود لا ما جربت لسه التفصيل لا. ما دخلت بهذا نعم. الباع لكن انا بعرف كيف اختار نعم. يعني كنت عم اقول لك انه الفضفاض ابدا مش حل لاي شخص سمين لانه بيزيدك بالعكس انا مع الضيق انا مع القصير انا مع الحلو انا مع الالوان انه خليك كثير حابب يعني حالك حتى نشوف يعني مثلا ممكن يكون في فضفاض او بس انا ترندي موضه شو بيلبق لك نعم. يعني ما في ستاندرد هذا الجزء لانه نحن من الاجسام مختلفه في صح. جسم التفاحه في الكمثرى في اللي عندها ارداف في اللي عندها صدر في اللي عندها زنت نعم. ما في ستاندرد كل واحدة وشو بيلبق لها وغير لون بشرتها اللي تحبي تلبسينه البسيه عبري عن نفسك وعن هي داخلك الموضة التعبير عن ذاتك بملابسك نعم. بأزيائك بفكرك بكتير تفاصيل غير انه اللبس جزء من الموضة نعم. فالواحد كيف يلبس كيف يختار كيف يشوف نفسه القطعة هي اللي انت بتقرر اذا كويسة ولا مش كويسة بس انا مع الالوان انا مع القصات ضد الفضفاض اللي ما له لحتى انا استر فيه عيوبي او ما في عيوب هذا جسمي انا لازم احبه واتقبله كيف ما كان فكره اني اخبيه انا ضد كمان في نقطه بيضلوا بيسالوني عنها البنات انه رشروش انا عندي ترهلات انا ما بعرف ليش عم تعاني طيب روحي شيليهم
ما في شيء اسمه أنا ضل مبسوطة بحالي وشيء مضايقني. في عندك حلول، ولكن هل هالشيء يضايق الأشخاص اللي يسألونك؟ لأن المجتمع يعني لا يتقبل مثلا الترهلات، أم أن الترهلات هو شيء طبيعي ولكن نحن اللي وضعنا وصمة عار عليه، أم أنه غلط؟ يعني ليش تحسين، ليش هم يضايقون من هالموضوع؟ لأنه كثير عم نشوف بتيت أشياء كتير صغيرة، عرفتي، جسم مشدود، فعم بيصير عندك مثل صفعة أنه طب أنا بدي يصير هيك. ما لسه في عنا، أنا كتير عم بواجه هاي الصعوبة أنه أنا مو قادرة خلي غيري يقتنع فيني. يعني مو مسألة لبس، لا، الموضوع بده تنمية ذاتية، بدك من جوا. يعني أنا بيجيني مسجات، زوجي، أهلي، في العمل ما حدا عم يتقبلني، سواء شباب أو بنات. يعني مو بس الأنثى، لأنه الأنثى مرغوبة، لا، حتى الرجل المكرج بتلاقيه عم بيعاني، بده يقيم هذا، يعمل وين باك، طيب حلو، ليش السكس؟ إذا مهما يكون إذا كان مرتبط بالصحة فهو شيء مقبول، أم إذا كان مرتبط برضا الآخرين فلا، شخص لازم يكون سعيد من داخله وليس لإرضاء هاي أصعب الأشخاص. أنك ترضي نفسك قبل طبعاً ما ترضي غيرك. إرضاء الآخرين جدا صعب، بس إرضاء نفسك هو الأصعب. فالفكرة مو بس إنه شو ألبس وشو أعمل وشو ساوي بحياتي، لازم أكون من داخلي أنا متصالحة وبحب حالي كيف ما كنت بترهلاتي، إذا بدي إياها وحاببتها. إذا عم بعاني منها أنا بقول لك روحي شيليها. نعم. في كتير عيادات تجميل قادرة إنها تساعدك، بس طالما إنه في شيء عم بيعمل لك أزمة نفسية، شو ما كان، مرض، ترهلات، تشقق، whatever، go ahead. أنا مع إنه الواحد يكون راضي عن نفسه بشتى الوسائل. شكرا جزيلا رشا، دعمنا الوقت، ولكن يعني استمتعت جدا بهذا اللقاء، وحبك لذاتك وهذه الثقة، ثقة في النفس اللي لازم تكون موجودة عند كل بنت وكل رجل كيف ما كان. صح، بس لأنه هي الأنثى دائما مصدر الجمال والإغراء، فلازم نكون حريصين عليها أكثر. نعم، ووصلنا مع مشاهدينا لنهاية فقرات برنامج استوديو الظفرة بفترة الصباحية، وأكيد بنلتقيكم في الفترة المسائية لهذا اليوم، وانتظرونا في يوم جديد وحلقة جديدة ومواضيع شيقة أكثر من استوديو الظفرة. إلى ذلك الحين، هذه تحية مني ومن الجميلة رشا ومن فريق العمل، وفي أمان الله.